إلى سوريا، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقرها ببريطانيا إن أكثر من 50,000 شخص غادروا المناطق الشرقية لمدينة حلب التي تسيطر عليها المتمردون، بينما وصلت الحكومة معركتها لاستعادة السيطرة على المدينة من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وهذا قالت المنظمة إن 30,000 شخص ذهبوا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، في حين تم نقل 20,000 شخص إلى الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة. وأضافت المنظمة إن 21 مدنيا بينهم طفلان قتلوا في القصف المدفعي للحكومة على حي جب القبة. وذكرت وكالة الأنباء سوريا أن 8 مدنيين بينهم طفلان قتلوا في طلاق نار غرب المدينة. ومن المقرر أن يجري المجلس الأمني الدولي محادثات طارئة بشأن القتال في حلب. وقالت المعارضة السورية إنها تعمل مع فرنسا على مشروع قرار يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في المدينة.